بصوا حبايبي، هنا انا حطيت الفلفل على العين عشان يتشوي. عايزه اشوي الفلفل ده، انا شطفته حلوة قوي، وباخد 3 4 وحدات اللي انا عايزاهم. هنعملهم بطريقه حلوه جدا هتعجبكم عشان يتشوي. ماشي، مسافه ده بقى ما يتشوي كده، ما تحطوش على الفرن، انا مش عايزاه في فرن، عايزاه على عين البوتاجاز خلاص زي البتنجان. ماشي، بصي انا عايزه كده، عايزه يبصي يبان الشكل ده. خلاص تفضلي تقلبي فيه كل شويه، مسافه ما يخلص ده نكون احنا بقى فرزنا الحبه التانيين. يعني انا كل يومين مثلا بروح السوق اجيب 2 كيلو، اجيب كيلو ونص، اعمل حبه من دول وافرزن بقى اشيله في الثلاجه، عشان بيجي وقت عليه بيبقى غالي جدا، بيبقى 30 و40 جنيه. هنا حبايبي بصوا شايفين اهو بيتشوى اهو، كل شويه اضير فيه كل شويه اقلب فيه. بصوا دي خلاص قربت تخلص، ما نخلصوش الا لما كله يبقى اللون ده كله من اوله لاخره، ما يبقاش فيه كده ابيض ده. خلاص بصوا اهي، بصوا كده هتفضلي كل شويه. خلاص حبيبتي بصوا خلاص كده في، خلاص اهو بصوا ناخده بقى كده بحاله ونحطه في طبق ونغطي الطبق ده بستريتش او بكيس، انا عايزاهم يعرقوا، عايزاه كله يعرق. خلاص اهو بصي نحطهم كلهم في بعضيهم كده خلاص، ونروح مغطينه بكيس يعرق. ليه يعرق؟ عشان اعرف اشيل السواد ده. خلاص ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انا كان عندي حته فويل غطيتهم بالفويل اهو، حته فويل موجوده بره مش كده، حطيهم جوه كيس واقفلي عليهم اهو. بصوا مقفولين او لازم يتكتموا كده مده 5 دقائق 6 دقائق. ماشي، وادي الفلفل اهو الشرايح، وادي الفلفل التاني، حلوين قوي دول، يعملوا اكلتين ودول يعملوا اكلتين او اكله. خلاص كل لما ننزل السوق نجيب شويه نعملهم. خلاص نشوف بقى ده الحلو بعد 10 دقائق هنعمل فيه ايه. هنا حبايبي خلاص عدى 10 دقائق، بصوا هنشيل كده، ما حدش بقى يقول لي ياع ومش ياع والنبي. ماشي يا حبايبي، عشان هو ايه معروف يعني الفلفل. بصي تشيلي ده بقى كده، بصي يا اما تحطيه في ميه ساقعه، بس انا ما بحبش احطه في ميه ساقعه. ليه؟ عشان خاطر هيحتفظ بريحه الشوي، فهمتيني ازاي؟ يحتفظ بريحه الشوي، ولو فضل حاجه سودة من السودا دي فيه تبقى طعمها حلو وبيديلك برده ريحه الشوي. ممكن يا حنان اشويه في الفرن، اه ممكن تدهنيه زيت وتشويه في الفرن، بس صدقيني دي احلى مليون مره، دي ريحتها حلوه. ماشي، انت ممكن بقى نعمل الخطوه دي كده جنب الحوض، كل شويه نشطف ايدينا. بصي الخطوه ان احنا نغطيه دي بتخلي الحاجات دي تطلع. بصي كده خلاص، بصي شيلي كده، بصي اهو احطه في طبق، بصي اهو احطه في طبق اهو. خلاص هعمل واحده بس قدامك، وتشيلي البذر طبعا، تشيل كله كده. دي بقى تحفه، حاجه كده غرام، ما اقولكوش مش غرام وانتقام، لا غرام بس رائعه. تاكليها بقى مع سندوتش جبنه، تاكليها جنب العشاء جنب الفطار، بس هي فيها توم. ماشي هخلص بقى الباقي، بصي بصي هوريكي حاجه، بصي بيطلع ازاي، بصي 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 شايفه، انا عايزه بقى دي، عايزه دي، دي بقى لو انت عملتيها في الفرن مش هتلاقيها، مش هتدينا النتيجه دي. خلاص يا عيني خلص بقى وننضف ايدينا وارجع لكم. ادينا خلصنا، بصوا بس دي طبعا انا هقطعها، بصي بصي مقطعه ازاي، خلي الاسود ده بيديله طعم حلو جدا وبيديله ريحه حلوه قوي. هحتاج ايه بقى للجميل ده؟ هحتاج بنتي المفتريه، بنتي المفتريه بتحطه وبتغرقه كله زيت، مش هو المفروض كده، وزيت زيتون، انا ما عنديش زيت زيتون، هحط 3 معالق زيت عباد شمس، 3 4 ماشي. فانا بقول لك بنتي بقى بتغطيه كله كله زيت كله من اوله لاخره. هحط معلقه خل او معلقتين خل، ماشي ما نكترش الخل. هحط عصره ليمونتين بس باي متعور، حط ليمون، ليمون فيه بيبقى حلو جدا جدا، هعصر ليمون بعد كده مع لوحده لوحدي يعني. هحط حزمتين بقدونس، لا حزمه بقدونس او نص حزمه بقدونس، واربع خمس فصوص توم، بصوا مخرطاه ازاي، هينزل هنا كده توم معاه رائع. ما تقوليش ايه ده توم، التوم رائع، توم ني، توم ني متخرط مش مفروض. خلاص هننزل معاه بالملح، نص معلقه ملح، لان هو اصلا مسكر، مش عايزه الملح مش عايز ينزل بس. خلاص لو انت بتحبي شطه حطي شطه، مش بتحبي خلاص. انا عن نفسي انا وبنتي بنحب شطه، دي شطه سوداني، بصي حط حبه شطه سوداني تحفه بتبقى رائعه. انا ممكن ازود شويه زيت تاني، ماشي ما بقولك هي لازم تتغرق زيت كده، حط حبه زيت تاني وندوق بقى، نعصر ليمون،
دين هو عصرنا الليمون كله خلاص. الخلطه دي بتتاكل مع ده، انت ممكن تاكليها لوحدك في سندوتش لوحده كده، مع سندوتش لوحده فلفل زي ما بيقولوا فلفل مشوي، بتبقى خطيره خطيره خطيره. خلاص بقى ممكن ادوقها. ايوه طعمها كده حلو جدا. هعمل ايه هنا بس عشان دي عندي كبيره، بصي كبيره ازاي، تقطعيها شرايح كده بصي كده، ليه بتبقى على قد اللقمه ماشي، على قد اللقمه على قد الساندوتش كده. ده بقى حبيبتي انا دلوقتي حاطه في طبق، لا ممكن تحطيه في علبه تقفليه، تحطيه ببطرمان تقفلي عليه، يقعد معاكي شهر في الثلاجه، يقعد معاكي شهر في الثلاجه. انزل بده كله كده، ما تكتريش شطه، انا حاطه بس كده زي ما بيقولوا ايه طعم، ما تكتريش شطه. دي بقى تسيبيها شويه ما تاكلش على طول، مثلا تاكليها بالليل او تاكليها الصبح مع الفطار، فطار بقى يا خبر ابيض جنب الفول والطعميه، يبقى فول وطعميه وتوم، ما اقولكيش ما اقولكيش ما اقولكيش. بصي خلاص نقفل عليه، انا هره يعني هحطه في علبه واقفل عليه واشيله في الثلاجه. بس بصي شكله، بصي الوان رائعه، الوان بتتكلم. خلاص احنا عملنا ايه؟ دي الفلفل المشوي عملناه زي السلطه تحفه، يتاكل جنب سندوتشات، يتاكل جنب فول وطعميه، تاكل مع سندوتشات الجبنه في منتهى الجمال، سهل وسريع. جربيه، تنسينيش في اللايك والاشتراك، بحبكم قد الدنيا دي كلها. انا حنا رمضان.